وهنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم الرئيس السيسي والشعب المصري بانطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. قال في كلمة مسجلة بثت خلال افتتاح المشروعات بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، قال: أريد أن أكون معكم ولكن منعتني الظروف، وأبعث التهاني لكم ولحكومتكم وللشعب المصري بهذه المناسبة الرائعة، فأنتم اليوم تكتبون فصلا جديدا في تاريخكم الطويل والحافل. وأوضح أن قانون التأمين الصحي الشامل الصادر العام الماضي خطوة رئيسية للأمام، وبالتطبيق الصحيح سيمتد التأمين إلى نسب أكبر وتتسع لكل نطاق المصريين. نتابع هذا الجزء من كلمة مدير منظمة الصحة العالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Your Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, Excellencies, distinguished guests, dear colleagues and friends. I'm really sorry that I can't be with you in Port Said today for this very historic moment. I really wanted to be there with you, but circumstances beyond my control prevented me. I send my congratulations to Your Excellency, to the government, and to the people of Egypt for this wonderful occasion. Today, you're writing a new chapter in your long and rich history. The universal health insurance law passed last year is a major step forward. Importantly, it's based on the conviction that health is a human right for all people, not a privilege for those who can afford it. This is a right guaranteed in the Constitution of 2014, which says every citizen is entitled to health and to comprehensive health care. Properly implemented, this law will expand health insurance from 58% of the population to all Egyptians. هيمتد من 58% من المصريين إلى كل نطاق المصريين في مختلف محافظات الجمهورية. كلمة قوية الحقيقة بيختتم بها مدير الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية، هذه الرسالة التي تم بثها، وده معناه أنه الجميع سيستفيد. معنا للمزيد من المتابعة عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة الدكتور رضوى إمام، مدير التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل. اهلا بحضرتك يا دكتور، وسعداء بما يتم اجراؤه على الارض. وحضرتك يا ريت تضيف لنا معلومات اكثر عن تفاصيل هذا الحدث، عن اقسام جديده انضمت لهذه المنظومه، عن اشراف طبي عالي المستوى لهذه المنظومه على الكوادر الطبيه وعلى ما يتم. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني انا بحب ابارك لنفسي وكل المصريين على الإطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. احنا النهارده الحمد لله شرفنا بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستشفى النصر التخصصي للأطفال، وهي تعتبر من أهم مستشفيات المنظومة. المستشفى دي تم إضافة فيها تخصصات لأول مرة موجودة في إقليم قناة السويس وفي محافظة بورسعيد. احنا مستشفى النصر فيها جراحات قلب مفتوح، هتعمل فيها أول عمليتين ذات أو قوقعة تمت في اقليم القناه، قسطره قلبيه للاطفال، اصلاح تشوهات خلقيه. المستشفى معموله على اعلى مستوى، فيها بعض الاجهزه اللي تم توفيرها لاول مره في جمهوريه مصر العربيه، او في منها اجهزه يعني تتعدى على صابع ايد الواحده على مستوى جمهوريه مصر العربيه. فسياده الرئيس شرفنا النهارده ان هو تم عرض عليه المنظومه، استعرضنا عليه منظومه ميكنه، وازاي ان احنا دلوقتي بقى في اضافه جديده على النظام الصحي المصري اللي هو نظام مميكن. بدانا في ميكنه التسجيل للمواطنين في المنظومه، فتح ملف العائلي اليوم بقى فتح ملف عائلي مميكن. ازاي بيتم احاله المواطن عن طريق السيستم من الوحده للمركز وللمستويات الاعلى، المستشفيات الاكثر تخصصا زي مستشفى النصر. وازاي ملف المريض بنحدثه وبندخل بياناته زي العلاج والمؤشرات الطبيه بتاعته في الملف الطبي بتاعه. فالنهارده سياده الرئيس اتعرض عليه كل ده، عرضنا عليه. احنا قدرنا ننجح في تسجيل حوالي اكثر من 540 الف مواطن في او 534 عفوا الف مواطن في محافظه بورسعيد.
وفتحنا اكتر من 164 الف ملف عائلي. المستشفى اللي هو كان فيها دي لوحدها تم فيها اجراء 383 عمليه. العمليات دي معظمها تم اجراها لاول مره، وكان في استقباله اطفال من الاطفال اللي هم التقوا خدمه من المنظومه. وكان في منهم خدوا خدمه من مستشفى النصر، وشرفنا بحضور دكتور مجدي يعقوب كمان كان موجود معانا بصفه مؤسسته ليها تعاون معانا في المنظومه. فالنهارده كان يوم حافل جدا بالنسبه لنا ان احنا يعني طيب دكتور رضوى النهارده يعني بما ان حضرتك ذكرتي دكتور مجدي يعقوب، النهارده كان يجلس الجراح العالمي بجوار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في واحده من الاحداث الهامه، وهي استكمال افتتاح سلسله من المشروعات القوميه الكبيره في مصر، واللي بتعود بالنفع ليس فقط على مصر ولكن على دول العالم ايضا، لان احنا هنا بنتحدث عن قناة السويس. طيب وجود اقسام هامة كقسم جراحة القلب وامراض القلب في هذه المنظومة الصحية الشاملة الجديدة بهذا الاشراف من قبل الجراح العالمي، ازاي ممكن يعني يتم تطبيقها بشكل جيد وسريع والاستفادة أيضا بما تم فعلا في الفترة الماضية حتى تكون جاهزة لاستقبال المرضى والمنتفعين من هذه المنظومة؟ هي فعلا استقبلت المنتفعين، هي مستشفى النصر بالأخص قسم عسكرة القلب الموجود فيها ده تم تجهيزه ان هو يكون مركز إقليمي. يعني احنا مش بس بنخدم محافظة بورسعيد، احنا بنخدم إقليم قناة السويس كله بمحافظاته الخمسة، ان احنا بنستقبل منهم حالات، وفي حالات فعلا تم بدأ يستقبلها من محافظات اخرى. في حالات مستعصية لو بتم احالتها عندنا في المستشفى، المستشفى تم تجهيزها زي ما قلت لحضرتك، انت مش بس بتخدمي مواطني محافظة واحدة، احنا عاملين حسابنا ان احنا نعمل مركز متميز يخدم اقليم بالكامل. الخبرات دي برضو فادتنا ان احنا قدرنا كمان ندرب الفريق الطبي بتاعنا، ان احنا في فريق التمريض اللي شغال في قسم عسكره القلب سافر مؤسسه مجدي يعقوب للقلب في اسوان وتلقى التدريب هناك. كويس جدا كويس جدا. في معانا ده يعني امل حضرتك بتبعثي بيه وانت بتاكدي على هذه الرساله لكل المرضى والمنتفعين، يعني انه يعني اخذوا التدريبات في المؤسسه بالنسبه طبعا لامراض القلب وقلب كمان الاطفال. بالظبط كده. واحنا معانا اساتذه موجودين معانا برضو من معهد القلب ومن المؤسسه في المستشفى بيجروا العمليات وبيعمل تحت ايديهم فريق طبي من المستشفى النصر عشان نقدر ننقل الخبرات. يعني كان الفكره ان احنا ازاي نقدر ما يبقى مش مركز متميز واحد بس، ان انت الناس المتميزه تاخدي خبراتهم ويتنقلوا ويعلموا بقيه الطاقم الطبي عشان نقدر نفيد اكبر عدد من المواطنين. شكرا ليك دكتور رضوى إمام على وجودك معانا.